لجنة أنصار فريق اتحاد الحراش ومولودية الجزائر بمبادرة طيبة لنبذ العنف قبل 48 ساعة عن الديربي العاصمي بين الفريقين من أجل العمل على إنهاء حالة الاحتقان السائدة في مباراة الفريقين. بعد اللفتة الطيبة اللي قاموا بها المناصرين تاع مولودية الجزائر في الموسم الماضي وين سماوها الناس كامل المصالحة، احنا اليوم يعني في اتحاد الحراش عاودنا رجعنا لهم الجميل وعرضناهم هنا، يعني ما نقولوش اليوم مصالحة، اليوم جينا باش نجدوا العهد ان ابناء الجزائر اكبر يعني باش تفرقهم كرة الجزائر كرة القدم. انا الامنية ديالي راح تكون بارتية تشبه المقابله تاع الحراش اتحاد الحراش بنصر حسين داك، وبالك ما خير ان شاء الله. وبارابور المعطيات واش تحبني نقول لك، انا راني الخير توجور الخير راح تجوز في احسن ظروف. نشكر اتحاد الحراش على المبادره هذه، ما راهيش من اليوم المبادره هذه، راهي صافي دوكا عندها عامين هذه المبادره، وان شاء الله ما نبقاوش دوكا كل ما يلحق الماتش تاع مولوديه الحراش نبقاو نديروا مبادره ومصالحه. خطونا من هذه الكلمه تاع مصالحه، رانا خاوه وجينا اليوم عندهم مرحبوا بينا، استقهوينا كيف قصرنا معاهم، وان شاء الله لو فير بلاي هو اللي يربح في الميدان. ما كان والو، الحمد لله الساعه هذه تشوف استقهوينا كيف قعدنا كيف هي شيء طبيعي يعني، ومنها تذكير الانتهازيين للناس اللي تحب دير الفتنه وراي تفسد في كره القدم وترمي الناس على رصانهم، هذا تذكير بينا لهم بلي ماشي عادي. وراناك تشوف رانا في الحراش قاعدين اليوم مع خاوتنا، ناس كبار صغار الحمد لله. أكد عبد الكريم رئيسي رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر المقال أن إقالته من رئاسة الفريق لا تعني